السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم موقع في الأرض دوت نت. إن شاء الله النهاردة هنكمل سلسلة دروس ال HTML مع الدرس السابع إن شاء الله، وده الدرس اللي قبل الأخير من السلسلة. النهاردة هتكلم عن حاجتين خفاف كده بسرعة، والدرس اللي جاي نتكلم عن الفريمز وخلاص على كده، الفورمز آسف، ونتكلم وخلاص على كده. في الدرس اللي فات اتكلمنا عن القوائم بأنواعها المختلفة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجتين. أول حاجة اسمها بلوكس، وحاجة اسمها ان لاين element، تمام، والحاجة التانية اسمها الاي فريم. تمام، ايه دول؟ ايه الكلام ده؟ اول حاجة هنتكلم عن البلوكس element والان لاين element. انا عامل ملف اندكس فاضي edit، اللي مش عارف الكلام ده يفتح يراجع الدروس اللي فاتت. هو فيه كله HTML و head وتايتل وبادي بس، فاضي مفيش اي حاجه. طيب يعني ايه بلوكس اليمنت او بلوكس ليفل اليمنت والانلاين اليمنت؟ بلوكس اليمنت دي حاجات من خصائص البلوكس اليمنت دي ان هي بتبدا سطر جديد، ولو انا حطيتها مثلا في عرض 50 بكسل او 500 بكسل هتاخد 500 بكسل كلهم، حطيتها في عرض 10 بكسل هتاخد 10 بكسل كلهم، عرضتها في عرض الصفحه كلها تاخد عرض الصفحه كلها. طب يعني ايه؟ عشان مفيش حد فاهم اي حاجه ولا انا فاهم اي حاجه. طيب يعني ايه بالراحه كده؟ طيب لو انا جيت عملت حاجه اسمها ديف، اتكلمنا عليها قبل كده تقريبا بس باختصار، سلاش ديف، اي حاجه بتتفتح وانا بتقفل، تمام. الديف ده حاجه من نوع البلوكس ليفل اليمنت، يعني بتاخد حيز، الحيز ده بيبقى باقصى عرض متاح ليها، يعني دلوقتي متاح له عرض الصفحه بالكامل، تمام، هياخد حيز بعرض الصفحه بالكامل. طيب عاوزين دليل على كده؟ لو انا قلت له مثلا الديف ده، جيت قلت له ستايل، اتكلمنا على ستايل ولا لا؟ اكيد اتكلمنا عليها قبل كده. ستايل تساوي، نكتب جواها CSS border، تمام، نقطتين في بعض، solid 1 bx بس كده، تمام. هو هنحط له مثلا width مثلا 500، تمام، و height تلتمية، تمام. هنكتب جواه مثلا أي حاجة، مثلا this is dolphin arts، نحط مثلا H1 H3 مثلا slash H3 site welcome، تمام. مثلا وليكن الكلمتين دول، هندوس Ctrl S save، تمام، وهنشوف في المتصفح open. دلوقتي اللي انا قلت عليه عمل ايه؟ البلوكس element دي حاجة بتاخد حيز بأقصى عرض متاح ليها في الصفحة وبتبدأ سطر جديد، يعني لو في حاجة قبلها أو بعدها هي بتاخد انتر من فوق وانتر من تحت. دي مش باينة دلوقتي هنا بس هبينها لكم دلوقتي، بس دلوقتي باين عندي ايه؟ ان هي خدت الحيز بالكامل، ما وقفتش عند اخر الكلام، هي خدت حيز الصفحة بالكامل، تمام، ما وقفتش عند اخر الكلام. طيب على فكرة حتة ان هي بتاخد سطر جديد باينة، لان ال h-hat ال h1 لغاية h6 هي عبارة برضو عن blocks element. شفتوا كلمة site او ما كتبتها في h راحت ايه؟ اخدت انتر من هنا من بعد arts وانتر من بعد site، بقت ايه؟ بقت site لوحدها في سطر، welcome في سطر وarts في سطر، تمام. طيب يبقى دلوقتي عرفت ايه؟ ان ال blocks element دي هي عبارة عن حاجات ليها خاصيتين، تمام. اول خاصية ليها ان هي بتبدا سطر جديد زي كلمه سايد دلوقتي. سايد دي تخيل كده معايا هنا ان في هنا h1 وهنا h1، قبلها h1 وقبلها وبعدها h1 او h3 اس زي ما كتبناها. h3 دي عملت ايه؟ اخرت انتر من فوق اهو فاضي وانتر من تحت فاضي، تمام. طيب
تاني خاصية ليها، بتاخد عرض أقصى عرض متاح ليها، 100% من العرض المتاح ليها، يعني بتتمد من يمين وشمال على قد ما تقدر. طيب هنا الشمال بتاعها فاضي فبتتمد لغاية الآخر، شفتوا المربع بتاع الديف اللي عملناها. يبقى دلوقتي إيه هي بقى الإليمنتات دي؟ في منها الديف والإتش 1 والإليمنت اللي هو اسمه بي، تمام، والفورم. الفورم لسه ما جاليش ناحيتها فهسيبها دلوقتي، تمام، هتكلم فيها في الدرس اللي جاي ان شاء الله بالتفصيل، نشرح يعني ايه فورم وتستخدم ازاي، وفي 3 طرق بنستخدم معاها هنشرح، تمام. يبقى عرفنا حاجه اسمها بلوكس اليمنت. اكد تاني، هي حاجه بلوكس اليمنت دي هي الديف والاتش والبي والفورم. ايه بيعملوا ايه دول، او ايه خصائصهم؟ ان هم بيبداوا سطر جديد، تمام. لو انا استخدمتها هتبدا لسطر جديد زي ما عملت الاتش 1 دلوقتي، مش هتكمل في نفس السطر. المفروض اصلا عندي دلوقتي كان كلمه سايد دي تبقى جنب كلمه ارتس ووراها كلمه ويلكم، تمام، لان انا لو جينا بصينا في الكود انا ما حطيتش بي اللي هو بياخد بريك، ما حطيتش بي ار، صح، مفيش بي ار، اذا ليه نزل؟ عشان انا استخدمت الاتش 3، والاتش 3 عباره عن بلوكس اليمنت. بلوك يعني حيز، حيز ده يعني اخد انتر قبله انتر بعده، وكلمه سايت اخرت من هنا كده، لما بلاش باينه في الديف اللي هي اخرت من عرض الشاشه كامل، باينه في الديف، تمام. طيب الديف هي اخرت بعرض الشاشه كامل، وسايت برضو اخرت بعرض الشاشه كامل بس مش باينه لنا عشان ما فيش حاجه فاضيه، وكلمه سايت اخرت انتر قبلها وانتر بعدها، تمام. دي خصائص البلوكس، كذلك لو عملت بي، كذلك لو عملت الفورم، تمام. دي اول شق، حاجه اسمها بلوكس اليمنت. فايدتها ايه؟ هتحتاجها مثلا لما تيجي تكتب بي اللي هي الباراجراف في وسط الكلام بتاعك، يعني مثلا لو جيت هنا كده، تمام، وقلت له بي this is my site، تمام، وبعد كده هنقفلها سلاش بي، تمام، وكنترول اس هنبص عليها، تمام، عمل this is my site برضو لوحدها زي نفس فكرة site بالظبط، تمام، نزل وعمل انتر وكل حاجة مع نفسه. اذا بي والاتش 1 وديف والفورم دي حاجات اسمها بلوكس اليمنت، بلوكس اليمنت، تمام. طيب مش هطول فيها اكتر من كده، اخش في حاجه تانية اللي هي تبعها برضو، اللي هما النوعين بلوكس اليمنت او بلوكس ليفل اليمنت، وحاجه اسمها ان لاين اليمنت. طيب ان لاين اليمنت دي يعني ايه؟ نفس فكره البلوكس اليمنت بس هي ان لاين في نفس السطر، يعني ما بتبداش سطر جديد، تمام، يعني مش نفس فكره البلوكس اليمنت، اسف، هي عكس البلوكس اليمنت. يعني البلوكس اليمنت لو بتبدا سطر جديد، الان لاين اليمنت بتبقى في نفس السطر، تمام، ما بتبداش سطر جديد، هشرح عليها دلوقتي. وما بتاخدش كل العرض المتاح ليها، بتاخد اللي هي على عاوزاه بس، يعني لو الكتابه مثلا اخرها هنا هتقف هنا، تمام، لو الكتابه اخرها في اخر صفحه هتقف في اخر الصفحه، تمام. طيب هنيجي نجيب نجرب عليها حاجة. نجرب عليها مثال، تمام، نجرب عليها مثال، وهي حاجه اسمها سبان. طيب ناخد نستخدم سبان مثلا ايه على دولفين مثلا، سبان، تمام، ناخد دولفين سلاش سبان، تمام. بقى عندي ايه؟ دولفين دي عبارة عن سبان. ايه هي الاسبان؟ الاسبان برضو عبارة عن حاجة اسمها انلاين انيمنت اللي احنا بنتكلم عنها دي، هي مش هتاخد سطر جديد، يعني هتلاقي كلمة دولفين دي جنب this is dolphin، هتلاقيها جنب ارت، مش هتلاقي في انتر ولا اي حاجة خالص، تمام. وهبين لكم حتة ان هي بتاخد العرض اللي هي عاوزاه دي في الصور مثلا. لو انا خدت صورة ينفع اكتب جنبها كلام، ينفع اكمل جنب الصورة كلام، يعني الصورة مش هتاخد حيز اكتر من حيزها، او اللينك مثلا مش هياخد حيز اكتر من اللي حسبتها لكم دلوقتي، حسبتها لكم دلوقتي عشان ايه متوقعوش مني. نبص اول حاجة احنا عاوزين نبص فين، احنا دوسنا كنترول اس، نبص على المتصفح ريفريش، ارتس دلوقتي اتحطت في سبان، بس ما بينلاش اي تغيير لان احنا ما حطيناش اي خصائص على السبان ده. انا ممكن احط له خصائص على السبان، اقول له مثلا على السبان ده اقول له ممكن اخلي اللون بتاع سبان، اخلي اللون بتاع دولفين كده احمر، اقول لها ستايل، تمام، يساوي color نقطتين في بعض red، تمام، و control S افتح متصفح refresh، غيرت كلمة دولفين الأحمر. إذا طبق عندي الاسبان، طبق عندي الاسبان الستايل، آسف، في جوه الاسبان على كلمة دولفين بس. إذا الاسبان ده اتضح إن هو دلوقتي inline element، ما خدش
انتر قبله او بعده، ما خدش مساحه اكبر من اللي هو محتاجها. هو المساحه اللي احتاجها انا محتاجها بس، هل هو اخذ مساحه اكتر من اللي محتاجها؟ هي اللي محتاجها بس، تمام. وكذلك نفس الكلام في الاي، وكذلك نفس الكلام في الايمج. اذا الموضوع بالنسبه لنا اتفرق بين حاجه اسمها بلوكس اليمنت وحاجه اسمها لاين اليمنت. الحاجه دي بان هي بسيطه وبان هي مش هتنفعك دلوقتي، بس هتنفعك مع لما تتعمق شويه هتعرف قيمتها، تمام. تاني حاجه عاوزين نتكلم عليها النهارده حاجه اسمها الاي فريم. الاي فريم دي بتستخدم لايه؟ اي فريم حاجه عباره عن فريم ممكن اعرض فيها صفحه ويب داخل صفحه ويب تانية. طيب استخدمها ازاي؟ سهله وبسيطه جدا. هنمسح الكلام ده، هنشيل الديف كله. هنستخدمها ازاي؟ اي فريم، تمام. اس ار سي او سورس يساوي وهنحط له هنا اليو ار ال بتاعنا، تمام. يو ار ال، وبعد كده هنقفل اي فريم، تمام. كنترول سيف. طيب انا عاوز ابدل اليو ار ال ده بلينك حاجه استخدمها، يعني هجيب صفحه هنا، هجيب الفولدر وهكريت نيو تكست، تكست اسميه نيو دوت اتش تي ام ال. اللي مش ظاهر عنده الامتداد، ما بيظهرش عنده امتدادات، هيجي من اورجنايز هيختار فولدر اند سيرش اوبشن، بعد كده يختار فيو، بعد كده يختار شو هيدن فايل اور فولدر اند درايفز، هيختار منها هتلاقي هيلاقي في صحن متعلمة جنب هايد اكستنشن فور فور نون تايب فور نون فايل تايب، هيشيل الصحن من عليها ويدوس اوكي، هيظهر له الاكستنشنز يغيره ويخليه ايه اتش تي ام ال نيو دوت اتش تي ام ال، تمام. بعد كده هعمل لها ايديت، هقول له اتش تي ام ال سلاس اتش تي ام ال، هيد، قولوا معايا سلاس هيد. على فكرة ممكن لو في حاجات استغنيت عنها عادي، بس عشان انا بنجز يعني، تمام. هاجي انا عاوز اكتب ايه، قلنا مثلا this is a new page، تمام. save وادي قفلت new، تمام. لو جينا فتحنا new هنا لوحدها open، طيب this is a new page، تمام. طيب تمام، هنجرب ال هنا هنكتب له ايه new دوت اتش تي ام ال اس ار سي. فاكرين لما شرحت لكم ازاي اكتب رابط الصور؟ فاكرين رابط الصور الحلقه اللي قعدنا نلف حوالين بعض فيها دي؟ نفس فكره الرابط دي، نفس فكره ملفات ال HTML عادي خالص. خلاص ادي سيف، وهنخش نجرب في اللي هنا شيء ريفريش. المفروض يكون ظاهر لي هنا دلوقتي اسم اهو، ظهرت، تمام. قال لك this is a new page، يبقى ظهرت لي جوه فريم. طيب انا ما ينفعش احجم في ديتا ايه، ممكن احط صفحتين جوه بعض، يعني ممكن اعرض مثلا، اقول ايه لو هعرض مثلا انا بقى بصمم ستايلات منتدى مثلا، اصمم ستايل وبدل ما يروح صفحه تانية يشوفه خليه يشوفه في نفس الصفحه وخلاص على منتدى في سيرفر تاني، تمام. طيب انا ممكن اعملها ايه تاني؟ ممكن احدد له الويدث والهايت بتاعها. ويدث هايت ايه؟ ويدث يساوي مثلا 500 مثلا 800، تمام. و height يساوي 500، تمام. و control S اعمل refresh add ال height وال width كبر، تمام. طيب ممكن اعملها ايه تاني؟ ممكن اضيف لها ستايل بالسي اس اس واشيل البوردر واغير البوردر اخلي البوردر لون تاني. طيب ممكن اجيله هنا مثلا كده واقول له ستايل. انا اتكلمنا على الستايل دي بس ما اتكلمناش على السي اس اس جامد، يعني هشرح السي اس اس في كورس السي اس اس ان شاء الله. نيجي نقول له ايه، اقول له بوردر نون
تمام كده يعني مفيش بوردر خالص. كنترول اس هنعمل ريفريش، البوردر اتشال بقى الصفحة صفحتين ساحين على بعض. طب هفرق ازاي لما اكون انا عامل خلفية للصفحة اللي جوه دي؟ تمام طيب ممكن مثلا اقول له ايه سوليد، ما كوش دعوة بالكلام ده، انا هشرحه وقت ما نيجي نشرحه. واحد بي اكس سوليد يعني ان هو يكون لون واحد بس، وواحد بي اس يعني واحد بيكسل. تمام كنترول اس شيب بقى اهو خط لون واحد. ممكن مثلا نخليه خطين اسمها روتيت، او اخليه داش يبقى منقط كده يعني. تمام هناخد الحاجات دي في سي اس اس. طيب يبقى اذا انا عرفت ان انا ممكن اضيف في الاي فريم دي، ممكن اضيف لها ويدث وهايت، وممكن اضيف لها ستايلز. طيب ممكن اضيف لها ايه تاني؟ ممكن استعمل الاي فريم دي كحاجه اسمها كاعملها كال ما اجي اعمل ادوس على لينك يفتح لي اي فريم ما يفتحليش صفحه. طيب ازاي؟ هقول له مثلا اللينك بقى قلنا ايه ايه ريف، تمام اتش ريفرنس. مثلا هقول له ايه مثلا يو ار ال اي حاجه، انا مش دماغي عنوان خالص، يو ار ال تمام ده اول عنوان. وبعد كده اقول له مثلا لازم اسميها بقى، اسمي الاي فريم نفسه النيم بتاعه بيساوي مثلا فريم 1. تمام بعد كده هقفل و سلاش اسف لا ده ما بسميش فريم، الاسم ده يكون في فريم، انا اتلخبطت سرحت شوية. تمام سلاش ايه المفروض انا هنا انده. تمام اقول له ايه الجو النيم دي، اقول له هنا كده اول حاجه اسمي دي الاول عشان بس ايه ما توحش. انا اول حاجه عملت ايه؟ عملت لينك عادي خالص ايه اتش ريفرنس واليور ال. تمام وفاضل لينك مثلا اخليه يتربط بكلمه ايه دولفين مثلا. تمام طيب انا عاوزه لما يفتح، لما ادوس هنا يفتح لي دي. طيب انا دلوقتي دي سميتها عشان انده عليها. طيب اقول له ايه بقى عشان يفتحها؟ اقول له تارجت تارجت تمام يساوي فريم 1. تمام كده هو اول لما اجي اضغط على كلمه دولفين دي هيفتح لي التارجت اللي هو ايه فريم 1. ايه فين فريم 1؟ اللي هو ده اللي هو الاي فريم ده اسمه ايه فريم 1 اللي احنا عملنا له نيم سميناه فريم 1. تمام هندوس كنترول اس نيجي هنا نعمل ريفريش دولفين. تمام هدوس عليها هيفتح لك الحاجه جوه ايه فريم 1 اللي هي يو ار ال اللي احنا قلناها دي. مثلا نحط مثلا ايه جوجل، المفروض اي حاجه احطها له يفتح يعني. مثلا نحط له هنا كده بدل اليو ار ال دي جوجل اتش تي تي بي نقطتين في بعض دبليو 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 دوت جوجل دوت كوم كنترول اس. تمام هدوس له على دولفين المفروض يروح فاتح لي جوجل جوه الاي فريم على طول. تمام زي ما عمل كده دلوقتي. يبقى انا عملت له ان اللينك ده مثلا ممكن اعمله عشان حاجه تبان تاني. لو انا خدت اللينك كده تاني او كررت الاتنين تاني، بس هنعمل الايرور بحاجه تانية كوبي بيست مثلا دي تبقى دولفين 2 ودي مثلا فريم 2 واسميه هنا مثلا جوجل. مش جوجل بلاش جوجل بقى يبقى ايه بلاش جوجل هنسميه اللينك بتاع المدونة بتاعتنا. تمام كنترول اس المدونة ايه اسف الشانل بتاعت اليوتيوب سيف كده. بقى عندي دولفين 1 لو ضغطت عليها هيظهر يفتح لي هنا جوجل، لو دولفين 2 ضغطت عليها هيفتح لي اليوتيوب. تمام اسف بص فتحها فين؟ في فريم 1. ليه؟ لان انا ما قلتلوش هنا فريم 2، ما قلتلوش هنا في تارجت فريم 2 بقى تارجت فريم 1. عملت له تارجت فريم، بصوا عملت له تارجت فريم 2 دوس سيف. تمام هيفتحها ندوس عليها كده هيفتحها في فريم 2. ادي فريم 1 اول حاجه فتحنا عليها جوجل، دوس هنا هيفتح لي جوجل. وفريم 2 دوس هنا هيفتح لي الموقع بتاع الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتنا. تمام ممكن اخليه مفتاحه في شانل واحده بحيث ان انا اشيل الفريم التانية دي. تمام واخلي هنا ايه التارجت بتاعه برضه فريم 1 واحط 200 لينك. تمام
اي لينك هفتحه ادوس على اللينك بس هنا جوجل، دوس هنا يفتح لي دولفين ارتس شانل، بحيث انا كده لو عندي 20 ستايل احط الستايلات كلها تحت هنا كده وادوس على اللينكات يروح مظهر لي الستايل فوق كده على طول. تمام يا رجاله تمام. بس كده ده اللي كنت عاوز اقوله في درس النهارده، عشان الدرس اللي جاي اعرف اتكلم في الفورمز. اتمنى ان تكونوا استفدتوا، اتمنى اكون شتلت عليكم، درس خفيف جدا جدا جدا، وبس حاجه بس عشان ننعش الذاكره كده. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله هينزل الدرس التاني اللي هو الاخير، هيكون في الفورمز، بيتكلم على الفورمز كلها، ازاي اعمل فورم زي ده اللي زي الفورم بتاع اللوجن والريجستريشن بتاعت المنتديات والمواقع. هنعمل فورم كامل. اشوفكم على خير في الدرس اللي جاي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.